فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما
عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم ثم تاب من بعده وأصلح وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل
صدق الله العلي.